فعل حزب الإصلاح الإخوان المسلمين بالاعتداء على فني الأشعة الدكتور بهاء شحاذ أبو جلبان أردنية الجنسية أثناء مروره في أحد شوارع منطقة حدا، ذلك بسبب مواقفه الشجاعة والصريحة التي كشف فيها عبر وسائل الإعلام الممارسات اللاإنسانية التي يمارسها المختصون في المستشفى الميداني في ساحة جامعة صنعاء. الله وبركاته. أنا بهاء شحادة أبو جلبان، فني أشعة من الأردن. يا سيدي العزيز، كنت أتمشى أنا واثنين من أصحابي في منطقة حدة، وأثناء وإحنا ماشيين وصلنا، طبعا المنطقة معتمة ما بعد البريد، صفت سيارة مرسيدس لون أسود ومظللة مفيمة، نزل منها شخص وتوجه نحوي. انا فكرت انه بده مني يعني شغله، يسالني يستفسر او زلط او انه ياخذ مني التليفون لاني كنت شابك نت. فمباشره بلش يهزور فيه، بده يدخلني السياره. انا قاومته، الشباب اللي معي هجموا علي انهم ينقذوني، فلما شاف انهم معي طلع مسدس ضربني في اجري وحمل في السياره وهرب. بلش يرموا رصاص على الشباب والشباب يرموا عليهم رصاص حتى وصلنا لها الحالة هاي. طبعا هاي كانت كلها بناء للتهديدات اللي أرسلها نقيب الأطباء اليمنيين للسفارة الأردنية، بالإضافة أنا طلبت المدعي العام أو النائب العام في محافظة في صنعاء، عفوا في العاصمة صنعاء، إنه يتحقق من أمور هاي التهديدات، وبالأخص إنه في 40 شخص على أقوال السفير ومستشار السفير إنهم وصلوا من المعارضة للسفارة وبلغوا تهديدات بالتصفية. أنا بدي طبعا في شهود على هذا الكلام، منهم أصدقائي ومنهم إخوان راحوا معي للسفارة. بدي يعني تكون رجاء من النائب العام إنه يتخذ إجراء صح قانونيا. أنا في السابق كنت في الساحة، بعدين أنا لما شفت تصرفاتهم وأعمالهم مع الشباب واكتشفت بعض المخططات اضطريت إني أخرج من الساحة وخرجت منها، الحمد لله رب العالمين. هذا رد فعل بناء، انا عملت مقابلات مع قناة اليمن قبل هيك، رد الفعل يعني كل كلمة تخيل انه الكلمة ترد برصاصة، يضربونا رصاص ما راح نسكت، يقطعوا لسنتنا مثل ما قطعوا لسان الشاعر ما راح نسكت، يقطعوا ايدينا مثل ما قطعوا اصابع الشباب اللي بينت صورهم ما راح نسكت، الحق لازم يبين. وانا بحكي لهم اذا كنت رياح في الباطل فقد جابهت اعصار في الحق.